ويلا بقى دلوقتي نعمل الساندوتش الشكل النهائي بتاعه. هحط مايونيز كده، وده طبعا للي بيحب المايونيز، ممكن حد بيحب كاتشب، ممكن حد ما بيحبش طعم اي صوص تحت، دي حاجة اختيارية. سو بيكون حلو قوي مع التشيكن، انه بيهدي بقى الطعم كله، بيهدي كل التوابل اللي احنا حطيناها. وهطلع البطاطس، بأكد عليكم تاني ان لازم يبقى نسبة الفراخ صدور مع وراك، ونفرمها بس مش لازم تبقى طرية قوي، تبقى طرية بس مش قوي، نصفيها كويس قوي من المية. بعد لما نفرم دخلها التلاجة قبل ما نشكل، بعد ما نشكل دخلها التلاجة قبل ما نشوي علشان يطلع ماسك نفسه. زي ما قلت لكم بقى، الخليط بتاع التلج مع الملح مع الخل هو اللي مطلع البطاطس بتاعتي فاتحة كده، مش شاربة زيت. وبصوا هتلاقوها ناشفة كده، هتلاقوها مقرمشة، باينة ان هي مقرمشة. يعني خطوات بسيطة جدا طلعتها لي زي بتاعت بره بالظبط. بس اسيبها بقى تصفي الزيت بتاعها وارجع اكمل الساندوتش بتاعي تاني. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اول حاجه احط الكابوتشي كده تحت، ونحاول نختار الفروع اللي ما فيهاش بومبي قوي عشان تظبط لي بس شكل الساندوتش بتاعي في الاخر. واحط شرايح بصل كده تحت، وبرده اللي عايز يحطها مع الشوايه يبقى مستوي برده ممكن. واحط كده شكل القرص بتاعي، بصوا طبعا جمال اللون، يعني اللون جميل جدا جدا. وهقدم بقى دلوقتي. احنا طبعا حاطين ملح في البطاطس دي، بصوا صوتها ناشف كده، يبقى هي مقرمشه حلوه قوي، فمش هزود ملح. اللي عايز يزود بقى البهارات الجديده، ميكس البهارات اللي هي البابريكا والكاري والكركم ورش التوم بودرة، في ناس بتحب الميكس الجديد ده، بيحطوه كده يقلبوه مع بعض وبعدين يروح حاطينه على الساندوتش، ممكن طبعا يعملوا كده. انا حابة اقدمها كده هادية بالخل والملح. وبكده نكون خلصنا مع بعض برجر الدجاج البيتي. خدش وقت معانا، بس شوية تركات بسيطة نريحه قبل بعد الفرم بتاعه، ونريحه تاني بعد لما نشكله قبل ما نشويه. ويا ريت لو يقعد يبقى جاهز معانا في الفريزر احسن جدا، يبقى ماسك نفسه اكتر وما يتعبكمش خالص في التسويه بتاعته. يا رب الحلقه النهارده تكون مفيده ليكم، تجربوها وتقولوا لي رايكم على السوشيال ميديا، وتستنوني في حلقات جديده دايما من سفره دايما. شكرا.